كرام تحول استاد اسكندريه مع الزميل العزيز محمد غندر قبل انطلاق هذه المباراه بين المصري والاتحاد. زميلي محمد لك الكلمه، تفضل. تحياتي زميلي تامر صقر، تحياتي لكل الساده المشاهدين هنا من الاستاد الاسكندريه ولقاء النادي المصري ونادي الاتحاد السكندري، وهو اللقاء الذي يحمل رقم 119 في تاريخ مواجهات الفريقين منذ اول مباراه التي اقيمت موسم 48-49 وانتهت بفوز النادي المصري بثلاث اهداف احرزهم الراحل العظيم كابتن الطزوي. عايز اقول لك ان فريق النادي المصري وعقب مباراه المحله استمروا معسكره هنا في مدينة الاسكندرية، وبالامس كان التدريب الاخير استمر حوالي 60 دقيقة اشتمل على خطة المباراة، وكان هناك حماس كبير بين اللاعبين لنيل شرف الدخول في القائمة الاساسية لفريق النادي المصري. ايضا كابتن علي ماهر شاهد اكثر من مباراة لفريق الاتحاد السكندري واشاد بلاعبيه، ورغم الغيابات حظ اللاعبين من غيابات فريق نادي الاتحاد التي تكون بشكل كبير عند اللاعبين الغائبين عن صفوف نادي الاتحاد مؤثر في مباراة اليوم لإثبات وجودهم وحقيقتهم في اللعب. عايز أقول لك من ضمن غيابات النادي المصري اليوم محمد الصالح ومحمد جابر ومحمود حمد وحجاج عويس وعصام ثروت ومصطفى سلطان وعلاء عطا وحسين رجب وأبو سليمة للإصابة، لكن يعود اليوم نجوم الفريق كريم العراقي وعمر كمال وعمرو موسى وأيضا الحارس أحمد مسعود المتواجد اليوم على دكة البدلاء. لو تحدثنا عن فريق الاتحاد في المركز الثامن برصيد 31 نقطة، كابتن حسام حاول خلال هذه الأيام على يعني عودة الروح وبس الطمأنينة للاعبين خصوصا في ظل الغيابات الكبيرة المؤثرة لفريق الاتحاد في مباراة اليوم. يعني لو اتكلمنا عن الغيابات، غيابات عديدة سواء للإصابة أو للإيقاف، منهم خالد الغندور وايضا عمار حمدي ومانجا ده الانذارات، وايضا هناك محمد عطوه وعماد السيد وكريم ممدوح ومروان النجار وكريم الديب، ولكن يعود اليوم كريم يحيى. الكابتن حسام حسن راهن على اللاعبين هذا الاسبوع بتقديم مباراه كبيره والعوده لمصالحه جماهير الاتحاد. ايضا حاول مجلس اداره نادي الاتحاد الوصول للاعبين، وبالفعل ذهب بالامس لتدريب فريق نادي الاتحاد وكان له اثر طيب عند نجوم فريق الاتحاد. يدير مباراة اليوم الحكم الدولي إبراهيم نور الدين. فريق النادي المصري سيرتدي طاقم أبيض كامل، فريق الاتحاد سيرتدي طاقم أخضر. هذا كل ما لدينا عزيزي تامر من استاد الأسكندرية، والعودة ليك مرة أخرى واستاد مصر. شكرا للزميل العزيز.